السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، متابعين قناة فن تربية الطيور، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد. اليوم بدي أحكي لكم عن فوائد الخرنوب والطريقة الصحيحة في التقديم ولماذا أقدمه للطيور، وهل حقيقة مادة الخرنوب تحتوي على مواد تضاعف الإنتاج، وطريقة التقديم الصحيحة للإناث التي تكون حاضنة للبيض وللذكور التي تكون في طور الجهوزية وطور الإنتاج. طبعا هذه النبتة إخوة الكرام حاليا أنا موجود في هذه المدينة، وأثناء تجوالي في الطبيعة الموجودة فيها لاحظت وجود هذه الأشجار بهذا الجبل. مثل ما أنكم شايفين هاي هي الشجرة لهذه المادة، راح أعملكم فوتو قريب، قرب الصورة لهون. مثل ما أنكم شايفين هذا هو الخرنوب. طبعا الخرنوب هلا مثل ما أنكم شايفين لسه مو مستوي، أو لسه الشجرة هاي في طور، اللهم صل على سيدنا محمد، إننا نصير باللون البني. متى ما صار هذا القرن باللون البني تصبح هذه النبتة أو هذه الخضرة من المواد الجاهزة أو المواد اللي بتكون تساحب معنا في عملية التجهيز. وقف. السلام عليكم. طبعا هلق أنا تحت أحد شجار هذه النبتة أو هذه الثمر. طبعا هذه الثمرة أخواتي الكرام تعتبر من المواد المحفزة الجنسية للطيور، نستطيع تقديمها على الشكل التالي: إما نقوم بنقعها بماء دافئ بعد أن تصبح باللون البني، طبعا موجود عند العطارين واسمها الخرنوب في جميع أنحاء العالم. طيب يا أبو النصر أنا ما فهمت عليك شو معنى الخرنوب، أو هاي النبتة أول مرة بسمع عنها، شلون نحن نعرفها؟ ما في مشكلة، فوت على جوجل اكتب خرنوب، تطلع لك عندك هاي النبتة، تاخدها وبتروح عند العطار بتقول له بدي من هذه الثمار، وأنت لازم بتجيبها وتقوم على الشكل التالي، أو بنعلمك الطريقة الصحيحة في التقديم. أولا نقوم بعد ما أحضرها من عند العطار، نقوم بسحب النواة من هذه النبتة أو من هذه الثمرة. بعد ما تسحب النواة الموجودة داخلها تقوم بعملية نقعها في الماء الدافئ، تنقع لمدة 6 ساعات حتى تتحلل وتصبح باللون الأصفر، تقدم للطيور 24 ساعة وتبدل، وإذا كان لديك جو معتدل أو بارد تقدم للطيور 48 ساعة. طيب يا أبو النصر في نضيف عليها مواد، تصبح هذه المادة مضاعفة إذا أضفنا لها العسل، يعني عسل حر بمقدار ربع معلقة صغيرة في المشربية، وتصبح هذه النبتة أو هذه الثمرة لها فوائد عجيبة في التجهيز وفي زيادة الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك بعد ما تقوم بعملية أخذ هذا القرن وبشره بشكل كامل، بشرة القرن، تأخذ البشارة تبعه وتقوم بخلطه ودمجه مع الباتي، وتقدم للإناث التي لديها فراخ، لأنه بيساعد في عملية نمو الفراخ بشكل جيد، وبيساعد الأنثى على عملية فتح شهية الطيور من أجل الأكل بشكل أكثر. فنحن كلنا نعرف أنه فراخ الطيور بشكل عام كلما أكلت أكثر، كلما ساعد معك في نمو الطائر بشكل أفضل، كلما قويت مناعة الطائر بشكل أفضل، كلما تجاوزت مرحلة موت الفرخ في المناخ في الأماكن أو في الأوقات المتقدمة من عملية فقس البيضة. طبعا بالإضافة إلى ذلك من ضمن هذه الفوائد متساعد معنا في عملية علاج الجهاز التنفسي عند الطيور، وخصيصا بتكون مصابة بالزكام عندما نضيف إليه 5 قطرات من الليمون وأيضا ربع معلقة من العسل وتقدم للطائر. ولاحظ الفرق، مساهمة في عملية التغريد ونطق الطائر، خصيصا الطيور اللي بتكون نحن عم ندربها في عملية التغريد وتعليمها نغمة معينة من التغريد، على سبيل المثال مثل الريد فاكتور، عفوا مثل الحسون أو مثل تيم برادو أو أي نوع من أنواع طيور الصوت، نحن بنعطيه خرنوب لحتى يساهم معه في عملية النطق بشكل جيد، وبالإضافة إلى ذلك تقوية الحبال الصوتي، بالإضافة إلى ذلك تجهيز الطائر بشكل جيد، رافع مناعة بالدرجة الأولى مثل ما ذكرنا. لهذا القدر بكتفي معكم بهذه الحلقة، بتمنى تكون نالت إعجابكم. لايك وشير واشتراك، والسلام عليكم.